العريس يعني نحن عندنا عريس وعرسان امبارح انقطعت فيهم الزفة سيارة العريس. عم نشوف نحن، تخيلوا ناس طالعة بهالزفة وينقطعوا من البنزين. طبعا هذا اللي صار يوم الخميس. طبعا كثير ناس على السوشيال ميديا نشرت هذا الخبر، صورة طبعا زي ما احنا شايفين لعريس أردني انقطع من البنزين خلال طبعا موكب زفافه في العاصمة عمان. وبحسب طبعا الناشطون فإن العديد من الأصدقاء وبعض المارة بطريقة وبمساعدة العريس طبعا يعني وقف تقريبا نص ساعة، والزفة كلها وقفت نص ساعة بعدين كمل. لما تلاقي هيك الناس كمان اصحابه، ايش معلم مش معبي بنزين، ايش طب عبي لك شوي تخليها تمشيك، يعني كلها هيك عرفتي. نعرف الشعب بحب ينكش يعني طبعاً. طب عبيها بعشر عبيها يعني بس طبعا هذا الموقف مش راح ينسوه بحياته. لا طبعا، وي انا هكلت لها سيارتي ضوت هلا قبل شوي، هلا تقي خوفك تفتحي لي جهزوا لحالك شباب، هلا مش رح تنزلي تسوقي، تروحي كزية تجيبي بنزين وتعبي. فقديش في بعض الاشخاص بتصير معهم امور طريفه بالعرس، يعني زميلنا بقول لك توفى شخص عندهم كبير العشيرة، أجلوا الدفنة أو ما حكوا لأهله لأسامة لبعد العرس. فقديش في بعض الأمور اللي بتصير بأفراحنا دائما، ولكن هذه الأمور بتضلها هيك نهفة وتضلها. هلا انت اسمعي، ما خليني اجيب لك اياها. هلا انت هذا العروس اذا بتسمعنا طولي لي بالك، هلا العروس اذا بتسمعنا بدها تعمل له عرس. لا بالعكس، هو انقطعت معه السيارة ففي كان 100 حد يساعده. لا 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 إله إلا الله. سعاد سعاد أنت يعني بوقت عرسك مش بس رح تنقطع البنزين، يعني أنت سعاد عم تنقش عليهم البنزين وسيارات العيلة. أقل إشي أقل إشي يعني مخرجنا يعني شكرا على هذا التعليق. يعني وبيني وبينك الحنتور أضمن، يعني الواحد يطلع فش يعني خلاص برسيمه وعطيها شوية مي بضل طالع يعني، بس هذا بس ما بتعرف إذا ضرب موده ووقف بطل يقدر يمشي. فطبعا كثير في مواقف طريفة بتصير بالعرس وبتصير بالزفة وغيره من الأمور، ولكن أهم إشي بجوز حردت you will never know. والله ما بتعرفي. لا هذا غير نسوين العيلة. أيوة انقطعت مبينة من أولها، مبينة وجهها أيوة وجهها الحلو علينا يا علي مسكين العروس. هلا اسمها بتكون هي متوترة وأيضا العريس متوتر، فأنت عارف يعني مش مش أكيد. مش قصة هي طبعا الفضح انفضح هلا هي، بس عادي يعني بالعكس هي شافت إنه والله كيف تصرف. بتعرفوا هاي ممكن تكون نقطة للعريس إنه شافته كيف بتصرف بالأزمات. أيوة. فممكن تعرفت إذا هو كيف تصرف. هلا الله يستر يكون تصرف يعني يتصرف غلط ولا هون أنا بقدرش أدافع عنك. أيوة. لا هون دفعت أكثر منك، لا هون راحت عليك بتكون بس هاي شوف ممسك. شوف محل النخوجة كل تاعي عبوله بنزين وهيك، صح وقفوا كله حلوة يعني هيك يفرجوا إنه يعني ها بنساعدك ببنزين وهيك. كان أخذوا من أحد التطبيقات الذكية ومش الحال أكيد. بس برضو ما تنسي هلا في ناس ممكن ينكشوا يا زلمة عرسك مش معبيها بنزين، افرض خرب العداد وما كانش عارف ونخزق الهاي، يعني ممكن اجار بالضبط.